بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة في نيت سويت، وهي إزاي ننشئ سجل الأصل الثابت. يلا بينا نبتدي. عشان أنشئ أصل ثابت في نيت سويت، في ثلاث طرق ممكن أنشئ بيها سجل الأصل الثابت. أول طريقة هي عن طريق الترانزاكشنز نفسها اللي دخلت في حساب الأستاذ العام بتاع الأصول الثابتة. الطريقة التانية اللي هي طريقة اليدوي، إن أنا ممكن أنشئ أصل ثابت بنفسي يدويا وابتدي أعرف الأصل الثابت كل الحقول الخاصة به واحدة واحدة لغاية أما أنشئ السجل بتاعه بالكامل. الطريقة التالتة إن أنا لو عندي مجموعة كبيرة من الأصول أقدر أعمل لها import مباشرة على نيتسويت بدل ما أقعد أنشأ فيها واحد واحد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع الطريقة الأولى اللي هي إزاي أنشئ الأصل الثابت عن طريق الترانزاكشن. أولا زي ما قلنا إن أي ترانزاكشن دخلت في حساب أستاذ عام الأصل الثابت هيبتدي السيستم يعرفها وهيستخدمها في طريقة إنشاء الأصل الثابت الجديد. طب ايه الترانزاكشنز دي؟ زي ايه؟ ايه انواع المستندات ديت؟ زي الفندور بيل، الايتم ريسيت، الجورنال الى اخره. دي مجموعة من الترانزاكشنز بمجرد ما يدخل القيد اللي عن طريق اي نوع من انواع الترانزاكشنز دي يبتدي السيستم يعرف ان في اصل ثابت مطلوب انشاؤه، وهنشوف مع بعض بعد شوية ازاي الكلام ده بيحصل. ايه هي مميزات ان انا انشئ الاصل الثابت بالطريقة دي؟ اول حاجة ان انا بتأكد ان مفيش اصل ثابت انا نسيت انشئه. ليه؟ لانها عن طريق قيود دخلت على السيستم. الميزة التانية ان في معلومات دخلت اوريدي عن طريق القيد، زي مثلا اسم الاصل، الكوست سنتر اللي هيتحمل عليه الاهلاك بتاعه، السبسيدري، وحاجات تانية كتير. فبالطريقة دي أنا بوفر إن أنا أدخل المعلومات دي لمرة تانية. طب لو جينا بقى نتكلم عن الطريقة دي بالتفصيل، هلاقي إن الطريقة دي كمان فيها two types. الطيب الأولاني إن أنا بستخدم حاجة اسمها الأسيد بروبوزل. الطريقة التانية إن أنا بنشئ الأصل مباشرة بدون ما أخش في مرحلة البروبوزل. طريقة الأسيد بروبوزل، السيستم بيتأكد ان اي قيد دخل على حساب الاستاذ العام الخاص بالاصول الثابتة انه يتم انشاء ليه سجل اصل ثابت. طيب لكن هنا في طريقة الدايركت اسيت كرييشن، السيستم بينشئ سجل الاصل الثابت مباشرة بدون ما يخش في مرحلة البروبوزل. لكن في الطريقة دي المشكلة بتاعتها ان انا مش هقدر اختار الترانزاكشن اللي انا عايز انشئ بيها اصل والترانزاكشن اللي انا مش عايز انشئ بيها اصل وتفاداها. لكن اي قيد هتكون دخلت على حساب الاستاذ العام هيقوم السيستم بانشاء سجل اصل ثابت ليها مباشره. طب ايه هي الخطوات بتاعت كل طيب من انشاء الاصل الثابت بطريقه الاسيد بروبوزل او عن طريق الدايركت اسيت كرييشن؟ ان انا بروح لفيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيد بروبوزل، هنا بروح للفيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيد كرييشن. الخطوة الثانية في الأسيد بروبوزل إن أنا بروح على مرحلة البروبوزل. إيه هي مميزات مرحلة البروبوزل؟ فيها مميزات مهمة جدا. أول حاجة إن البروبوزل أقدر أعمل له إيديت، يعني لو في حاجة في البروبوزل أنا عايز أغيرها أقدر أعدلها. زي مثلا أنا اسم الأصل ناقص فيه بيان أو عايز أزود عليه حاجة أقدر أزودها. أقدر أعمل سبلت، يعني مثلا أنا لو عندي 5 لابتوب بس داخلين في القيد في لاين واحد فهيجولي أصل واحد، لكن أنا لو عايز أنشئ الخمسة لابتوب دولت على 5 أصول منفصل عشان أقدر أسجل السيريال نمبر بتاع اللابتوب، لو عايز أسجل الكاستوديان اللي هيكون اللابتوب دفع عهدته، فلازم السيستم يمكنني أن أعمل سبليت عشان أنشئ 5 ريكوردز لخمس لابتوبات مختلفة. كذلك الميزة التالتة، لو أنا في عندي في ترانزاكشن 2 لاينز والتو لاينز أنشأولي 2 أسيتس بس أنا عايز أضمهم في أسيت واحد، فأقدر أعمل كومباين للتو اسيتس دولت وانهم يتم انشائهم في نيت سويت في سجل اصل ثابت واحد. وبعد كده بيمكنني اقوم بانشاء الاصل او ان انا ارفض انشاء الاصل. عيوب ان انا اعمل دايركت اسيت كرييشن
ان انا بفقد مميزات الاديت، بفقد مميزات السبليت، بفقد مميزات الريجكت. دي كانت مقدمة، يلا بينا نروح نتسويت ونشوف السيستم ديمو. انا دلوقتي عايز انشئ اصل ثابت بالطريقة الاولى اللي هي طريقة الاسيت بروبوزل، فهنروح لفيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيت بروبوزل. انا عايز انشئ الاصل الثابت اللي القيود اللي دخلت في السيستم بتاعي في شهر 10 2021، فانا الستارت ديت بتاعي هو هيبقى من اول يوم في شهر اكتوبر 2021، والاند ديت اللي هو نهاية الشهر 31 اكتوبر 2021. يبقى دي الديت رينج اللي انا عايز السيستم يفحص لي ايه هي الترانزاكشنز اللي دخلت في سجل الاصول في الفتره ديت عشان يعمل لي عليها بروبوزل. والسبسيدري هي 1301. هنا كمان في معلومه مهمه طالبها مني نتسويت، ان انا احدد ايه هو الاسيت تايب. هنختار الاسيت تايب كمبيوترز، اقول له اد، وطبعا لو في عندك اكتر من اسيت تايب تقدر تضيفهم كلهم مره واحده، لكن احنا في السيستم ديمو النهارده هنختار الاسيت تايب اللي هو كمبيوترز فقط، ونقول له بروبوز نيو اسيتس. حولني على صفحه البروسيس ستاتس، الستاتس كيود، وهنا اضغط على الديتيلز، الستاتس ان بروجريس، اضغط على ريفرش، وفعلا كومبليتد والاسيتس بروبوزد 1. الخطوه الثانيه ان انا هروح لفيكسد اسيتس ترانزاكشنز مانج اسيت بروبوزل. في هنا طبعا فلتر اقدر احدد اذا كان الاسيت سايب او سبسيدري، لكن هي كل الاصول اللي موجوده عندي هو اصل واحد اللي هو السيستم عمل له بروبوزل دلوقتي اللي هو اللابتوب دوت. انا هنا في المرحله دي بقدر اضغط على اديت، ودي اول ميزه احنا قلناها ان انا ممكن اعمل اديت في مرحله البروبوزل. فمثلا لو الاسيت ديسكريبشن انا عايز اغير فيه حاجه اقدر، لو انا عايز في اروح لتابيت الجنرال، ومثلا عايز احدد لوكيشن او كاستوديان، اقدر اضيفه للاسيت في المرحله دي. فمثلا انا عارف ان اللابتوب ده يخص الموظف 00250، فهقدر اضيف اسم الكاستوديان في مرحله البروبوزل اديت. انا ممكن اراجع بقيه المعلومات، لو لقيتها تمام خلاص يبقى انا بالنسبه لي كده الاصل جاهز، اضغط سيف على التعديل اللي انا عملته، وبعدين اختار التشيك بوكس الخاص بالاصل اللي انا عايز انشئ له سجل، واضغط على جنريت اسيتس، اقول اوكي، حولني على البروسيس ستيتس والستيتس كيود، اضغط على الديتيلز ان بروجريس، اضغط على ريفرش، كومبليتد والاسيتس جنريتد 1. طب لو انا عايز اشوف الاصل اللي حصل له كرييشن دلوقتي، هروح لفيكسد اسيتس ليست اسيتس، اختار السبسيدري بتاعتي 1301، واختار الاسيت تايب كمبيوترز، هلاقي ان ده سجل الاصل اللي تم انشاؤه دلوقتي اللي هو رقمه 8677. لو عملت له فيو هلاقي ان تم انشاء الاصل. وبكده نكون اتعرفنا على اول طريقه لإنشاء سجل الأصل الثابت في نتسويت عن طريق الأسيت بروبوزل. شكرا لكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.